وسهلا فيكم بحلقة جديدة من والباقي عليك. المرأة اليوم بمجتمعنا مثل الرجل، عم بتطالب انه تفوت على المدارس وعم تنجح بهيدا الشيء، وعم بتطالب بعد نيلها وحصولها على شهادتها الجامعية انه تشتغل وتوصل لأعلى المناصب، وكمان ببعض الأحيان عم توصل لمطلبها. بس بالمقابل عم نشوف عدد كبير من النساء عندهم رغبة انه يضلهم بالبيت، يهتموا بالأسرة بالعيلة وبالزوج، واللي ما في شك منه انه هول النساء كمان هن مساهمات بتطوير المجتمع وبتربية أجيال صالحة عم ترجع تخدم مجتمع. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، هل القوانين اللبنانية هي عادلة فيما خص المرأة اللي عم تشتغل وعم بتساويها وتعطيها حقوقها اللي لازم تحصل عليها؟ والمجتمع اللبناني كيف بينظر للمرأة العاملة؟ وهل بيساويها مع المرأة الغير العاملة؟ أو بيفضل وحدة على الثانية؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها كتير طبعاً، بصرنا استضيف معي اليوم بالستوديو المرشدة الاجتماعية فاليري معلوف ودعد أزي، وهي أستاذ محاضر بمعهد الحكمة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. في كتير مميزات عنكم كمان ما ذكرتها بالانتروديكسيون. حضرتك فاليري دكتورانت، عم تعملي كمان سيونس دو ليدوكاسيون بجامعة ليون دو بفرنسا. كمان أهلا وسهلا فيك، سبق وقطعتي معنا بحلقة. شكرا، هيدا فخر لإلي. أكيد ولقلنا. دعت كمان حضرتك دكتورانت بالحقوق، وكمان أستاذ محاضر مثل ما سبق وذكرت بمعهد الحكمة. كمان عرفنا أنه قرب تقريبا مناقشتكم، فبأتمنى لكم التوفيق. شكرا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. رح بلش معك فاليري وأسألك، مين هي المرأة العاملة؟ وشو الفرق بين المرأة العاملة والمرأة الغير عاملة؟ وهل فينا نعتبر المرأة الغير عاملة أو ربة المنزل بما يتعارف عليه هي امرأة عاملة؟ الامرأة العاملة بالمفهوم الشعبي، بمفهوم اللي نحن متعارف عليه حاليا، هي كل امرأة بيكون عندها وظيفة معينة أو مهام معينة بتقوم فيها من خلال دوام معين، إن كان خارج البيت بجمعية بمؤسسة بشركة أو بالمكان اللي هي عم تقوم فيه هيدي الوظيفة، أكيد مقابل مردود مادي يلي هو المدخول الشهري أو بدل الأتعاب يلي بتتقضاهن. إنما الإمرأة يلي بتختار أنها تكون ربة منزل، هي موجودة بالبيت، هي كمان فينا نعتبرها أنه هي إمرأة عاملة، إنما نوع العمل تبعها مختلف. هي عاملة ضمن خلال بيتها، ضمن أسرتها، هي عم تقوم بالمهام يلي بتتطلبها والمسؤوليات يلي بتتطلبها الأسرة لحتى تكون الأسرة متكاملة ومتعافية كلها سوا. إنما الفرق إنه هو هون عم تقوم بمهام هي اختارتهم لحتى تكون عم تسند عائلتها، وما في مدخول مادي قبالها. يعني فينا نعتبرها امرأة عاملة غير موظفة. صحيح، 100%. شو المميزات اللي بتتميز فيها الامرأة العاملة، وأبرز الخصائص اللي بتتميز فيها الامرأة الغير عاملة أي ربة المنزل؟ في كتير مميزات بتتميز فيهم الامرأة العاملة. رح نكون نحن نختار أو فينا نكون عم نحدد أبرزها. الامرأة العاملة هي شخص لا يقدر يظهر برات بيته ويقدر يشتغل، هي شخص وصل لحد معين من الثقافة أو من التعلم أو من اكتساب المهارات يلي قادرة من خلالها تكون عم تشتغل أو عم تعمل عم تقوم بوظيفة خارج البيت. هاي وحدة من مميزاتها، أنه هي شخص اشتغلت على مهاراتها، اشتغلت على الطاقات يلي هي عندها إياها لتقدر تكون عم تنتج خارج منزلها. الخصائص، أكيد في خصائص كتيرة، بس أنا برأيي هيدي أو أبرزها، أنه قدرت اشتغلت عليها. إنما الإمرأة الغير عاملة فيها تكون كمان شاغلة على المهارات أو على الخصائص يلي هي قادرة تكون عم تطورها، إنما الاختيار كان أنه ما تكون عم تقوم بهالمهام، ما تكون عم تنتجها، ما تكون عم تمارسها من خلال عملها خارج المنزل. نعم.
دعد بدي أسألك، القانون اللبناني، إذا بدك تعرفي لنا القانون اللبناني، وخصوصا إذا شو بنص من حيث الأجر، دوام العمل، التقديمات الاجتماعية، كيف فينا نعرفه؟ انا بس اول شيء بدي اوضح شغله قانونيه. يمكن المفهوم القانوني بس اللي بيدرسوا قانون بيعرفوه. في فرق كتير بين العامل واجير وموظف. وقت نحكي موظف عم نحكي شيء بيتعلق بالدوله. العامل هو بيقدر، هو العامل هو اجير، لانه الاجير بطبعته بيقسم لاثنين، اجير ومستخدم. وقت نقول عامل يعني شخص بيشتغل بايديه، مستخدم هو شخص ورا مكتب. هذا تعريف القانوني القانون. لهيك وقت نقول المراه هي اجيره، يمكن مش بس على طول اللي بتشتغل برا شغلها، يمكن يكون بايديه، يمكن عم تشتغل ورا مكتب. لهيك انا بفضل نستعمل عباره اجيره، يمكن اضبط. يمكن هلا اغلبيه العالم بيقولوا مثلا بالشركات الخاصه موظف، ما في شيء اسمه موظف بشركه خاصه، في شيء اسمه اجير او اجيره. يعني هذا كل حدا بيقبض سالار هو اجير، اجير او اجيره، وبنقسمهم حسب نوع عملهم بين مستخدم وعامل. كثير منيح التوضيح. لكن اذا بدنا نرجع لقانون العمل اللبناني وتعريفه من حيث التقديمات الاجتماعيه، من حيث الاجر، من حيث دوام العمل، كيف فينا نعرفه؟ نحن بالمبدا عندنا قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. بس نحن تعودنا ضمن الجامعات والمعاهد بندرسهم مع بعض، بس هن قانونين كل واحد مستقل. عندنا قانون عمل وقانون الضمان الاجتماعي. قانون العمل هو بينظم حياه العمال بشكل عام. كل شخص اجير او اجيره عم يشتغلوا بينظم لهم عملهم مع رب العمل، بيحميهم. نحن وقت نحكي بمنطق قانون العمل، نحن حطينا قانون العمل لنحمي الشخص الاضعف. الشخص الاضعف على طول هو الاجير او الاجيره. اوكي، عندنا قانون الضمان الاجتماعي اللي هو اكيد نحن بنعرف انه في عده فروع. في قانون في قانون ضمان المرض والامومه، بمقسوم للمرض وشي بيتعلق بالأمومة. عنا التعويض نهاية الخدمة، وعنا التقديمات العائلية، المدارس بيقعد عن الزوجة والأولاد، وعنا فرع طوارئ العمل اللي هو غير مطبق. ونسعى أن يكون في عنا فروع ضمان الشيخوخة وإلى آخره، نسعى بهالشي يعني، بس غير موجود. إذا بدنا نحكي عن الأجيرة، بالقانون العمل ما معرف الأجيرة، معرف الأجير بشكل عام أي لأنه هو رجل أو امرأة أو حدث بيعملوا عند حدا مقابل اجر. وقت يكون ما في اجر، ساعتها ما فينا نقول لا عامل ولا مستخدم ولا اجير. اذا ما في اجر، شو ما كان الاجر، يعني ماده او عينه، يمكن يكون مواد غذائيه، او انا عمر مثلا مبنى بيطلع لي شقه سكنيه، او بورسنتاج. وقت ما يكون في شيء مقابل، انا ما مسمي عامل. لهيك في كمان من الاخطاء الشائعه بقولوا مثلا ربة منزل. ربة منزل هي عبارة من كيف نعم سعمل رب العمل بالقانون العمل. لا، هي امرأة اختارت، وهي اوقاتها عن جد انا بحس مثلا صعبة، بس انا شخصيا بحس انه صعبة انه اقعد بالبيت. هي خيار، قررت انه مثلا هي بدها تقعد على البيت بالبيت، الا اذا كانت هي ما بدها تختار، هيدا شيء ثاني انه ملزمه. لهيك انه في مبادئ وتعابير بالقانون تختلف انه نحن بنستعملها. انا على طول وقت ادرس تلاميذ بقول لهم نحن وقت بدنا نحكي قانون بدنا نستعمل عبارات قانونيه. يمكن نحن بنستعمل الكلمات الاسهل اللي بتقدر توصل للمشاهد. لهيك انا حاولت افسر كمان للمشاهد انه هيدي العبارات كثير مهم نستخدمها. نعم اكيد. بدي اسالك بس بمخص الدوام، كيف دوام العمل؟ نحن بالمبدا بقانون العمل اذا ما في استثناءات، كمبدا كل مبدا بالقانون عندنا باللبناني مبدا في استثناءات. المبدا انه عندنا عمل 48 ساعه بالاسبوع مقسمين على الاسبوع على 6 ايام بالسبعه، لانه القانون العمل فارض على رب العمل يعطي راحه اسبوعيه مدتها 36 ساعه متتاليه من الراحه. نحن بنقول عنا بلبنان الويك اند، او اذا كنا بمطاعم بيعطوا 2 3 شيء ثاني. وبس ميز المرأة بشيء اعتبارها أنه هي شخص كبنية أضعف من الرجل. حسب القانون كل 6 ساعات عمل للرجال بنعطي ساعة راحة، نحن كمان بنسميها بريك الغداء، بس القانون بسميها ساعة راحة. وللنساء كل 5 ساعات بيعطون ساعة راحة، وللأحداث كل 4 ساعات بيعطينا ساعة راحة. وأكيد ثلاثتهم بيتمتعوا ب9 ساعات متتالية من الراحة لوقت نروح بين دوام ودوام. هل برأيك القانون اللبناني، قانون العمل، بيميز بين الرجل والمرأة، أو هو في عدالة؟ أنا بكاركتيري بنظر للأشياء بناحية إيجابية. قبل كان القانون اللبناني قبل التعديلات كان شيء كارثي، يعني كانت المرأة وقت بدها تشتغل بدها تاخذ إذن من جوزها، بدها حيلا بتعمل شركة بدها تاخذ إذن من جوزها، شيكات، بدها تسافر، كل شيء. هيدي القصة منلغى. بس في شيء هيك منه حلو،
محطوط الاشياء بتتعلق بالمراه ضمن نطاق مثلا المراه اللبنانيه مع الاحداث الاحداث يعني مع الاشخاص القاسي، الحدث هو شخص قاسي، يعني كأننا بعدنا حطينا يعني بطريقه غير مباشره عم نقول انه المراه اللبنانيه هي شخص قاسر، انه هذا الشيء منه منطق. انا وقتها احكي عن الاجير يعني خلص بتكون هذا الشيء بيتطبق على المراه اذا بنعطيها مميزات بسبب الامومه بسبب البنيه الجسديه، بس انه نحطها بشخص انه هي نعدها كانها شخص قاصر هذا الشيء مش مسموح. اكيد طبعا. فاليري بدي اسالك، شو هي الاسباب اللي بتشجع المراه انه تبقى بالبيت، وشو هي اللي بتشجع انه لا انا بدي اشتغل برات البيت اكون اجير اذا بدنا اجير؟ نعم. رح بلش بالشق الثاني من السؤال يلي بيقول ليش الامرأة بتختار انها تكون عم تعمل برات البيت او تكون اجيرة مثل ما تفضلت الاستاذة وقالينا. السبب الاول يلي منلاقيه حاليا بالمجتمع هو السبب المادي، يعني بصير الاختيار انه انا بدي اظهر اشتغل برات البيت لكون عم بنتج ماديا لحتى اكون عم زيد مدخول الاسرة من الناحية المادية. هلأ في كتير أسباب تانية ممكن تكون كمان تدفع على الامرأة أنها تكون عم تختار مجال العمل، إذا كانت منه سبب مادي ممكن يعني ممكن تكون هي عم بتفكر بمنطق أنه أنا بدي أكون فاعل بالمجتمع، بدي أحس حالي أني عم بعطي، بدي أغير شوي من الروتين اليومي، يمكن طموحاتها هي طموحاتها كذلك الأمر. اللي بتختار انها تكون بالبيت ما تكون عم تشتغل بغض النظر اذا هي عندها الامكانيات والطاقات انها تكون عم تشتغل، اكيد بتكون ظروف العائله بتمنع انها تقدر تكون برات البيت لوقت طويل، خاصه اذا هون الزوج ما عنده دور مساعد ومساند لها بالبيت، اذا كمان يعني نحن ما رح نلومه للزوج اذا كان هو دوامه كمان طويل وهي كمان شغلها دوامه طويل، وخاصه بس يكون في اطفال بالبيت شوي في صعوبه انه الامراه تقدر تلاقي هذا الوقت المناسب انها تكون بنفس الوقت بمجال العمل وبنفس الوقت مع الاولاد. كرمال هيك يعني هي فيها تكون عم تحط اذا بدك على الميزان انه انا قدام المدخول اللي بدي يكون عم بنتجه قدام هالظهره برات البيت وهالدوام اللي بدي اعطيه برات اسرتي، هل يا ترى هل هيدا بالميزان هو رح يكون عادل مع ظروف عائلتي؟ هون بيرجع لكل زوجي لكل امراه لكل كا اذا بدنا نقول نعم لكل حالي لكل شخص هو بيكون عم بيقدر وعم بيقيم قديش قادر يكون عم يوفق بين برا وجوا وقديش قادر يكون دوامه ومدخوله عم بيساعده انه يكون عم يرجع على البيت يكون هو يعني ما يخسر ولا طرف لا البيت ولا يكون عم بيوفق بين اثنين. كثير حلو. برايك هل عم يظلم المجتمع اللبناني ربات المنزل؟ يعني مثلا في كثير من النساء الاجيرات بيكون العمل تبعهم خفيف بس هي انفات عم تشتغل، الارك مثلا ربه المنزل بتكون عم تشتغل ببيتها، يعني عم ينطلب منها مهمات كثير صعبه مرات بقلب بيتها بس جست ما بتكون فالوريزي لانه ما انا موظفه. شو رايك بهذا الموضوع؟ المجتمع عم يظلم باغلب الاحيان. نعم اكيد في مجتمعات عم تكون عادله، في اسر عم تكون عادله بهيدا المجال، خاصة الأشخاص يلي هن جايين من بيئة النساء عندهم بيكونوا عاملات أو أجيرات ومعودين أن يكونوا بمجال العمل برات المنزل. بيظلمها من أي ناحية؟ لما يشوفوا أنه بالبيت في بعض التقصير، لأنه نحن بمجتمعنا للأسف يعتبروا أنه كأنه القعدة بالبيت أو شغل العمل المنزلي هو بس من اختصاص النساء، علما أنه عم نشوف بلشنا نشوف وبلشوا الأسر يشوفوا أنه من وقت أكيد منه قريب من وقت بعيد كمان عم يشوفوا أنه في شباب في رجال عم تظهر برات البيت لحتى تتعلم مثلا برات لبنان، وعم بيكونوا هني عم بيقوموا بالوجبات الفويلي اللي هني فيه، هني عم يحضروا عم يطهوا الأكل تبعهم، فبدأ يعني
العائلة أو الأسرة أو المجتمع الصغير يلي هو حوالي المرأة يا بيدعمها وبيشجعها أنه إذا ظهرتي برات البيت ما تعتلي هم التقصير بقلب البيت، يا هو بيكون عم بيشدها أنه شو بدك بهالشغلة ورجع بيتك وولادك أولى وعم تخدمي العالم تاع خدمي عائلتك، يعني بهالمنطق هيدا هون بيكون عم يظلمها، بيكون مجتمع عم يظلمها للإمرأة لأنه عم بحدلها من طموحاتها وعم بيزلها مسؤولياتها بطريقة صحيح بالوقت اللي هي فيها تكون عم تشتغل برات البيت وعم تظهر وعندها دوام حتى لو دوام طويل وفيها ترجع على الأسرة ويكون في توزيع مهام ويكون كل الأفراد الأسرة هني عم يتعاونوا بمهام المنزلية. نعم أكيد. دعت شوي أبرز المشاكل اللي معقول تعانيها المرأة الأجيرة بلبنان طبعا. إذا بدنا نحكي على الصعيد الواقعي ما نروح أكتر، أكيد في المرأة الأجيرة كتير متعرضة للتحرش، وهذا شيء يعني عنا مثل إحصائيات بتقول قد المرأة تتعرض لتحرش مع الأسف يعني، وكمان في إحصاءات بالمقابل بتقول أنه الرجال بيتعرضوا لتحرش من النساء، بس عنا نسبة التحرش. وتاني شغلة المجالات للمرأة بطلت مفتوحة كتير، يعني مثلا بالشركات الخاصة مثلا بدنا لها دوام بالليل وما بعرف شو، بتعرف الشركات صارت هلا كل ما تشوفوا دوام أكتر وكذا، ولكن بالمقابل في نقطة كتير حلوة أنه المرأة الموظفة بالدولة هي أكتر عددها، مثلا إذا فتنا على معهد القضاء بتشوف اللي بينجحوا هن نساء أكتر، بنفوت على نائبة المحامين اللي بينجحوا هن نساء أكتر، عم بحكي كدومين، بتفوتي على النائب على الجامعة اللبنانية كلية الحقوق النساء أكتر، الدكاترة النساء أكتر، يعني هيدا شيء وقت ينفتح لهم مجال ضمن طريقة بيقدروا يوفقوا فيها بين حياتهم، يعني حياتهم العائلية الزوجية وبين شغلهم، عم تبدع المرة وعم تبين، يعني بدنا نقول موظف دولي يعني عنده دوام ماكسيموم ثلاثة وبينتهي، بس بالشركات الخاصة عم يكون في نوع من التضييق، يعني المرأة بترجع على الستة سبعة بتعطى الهم، يعني وشي طبيعي اللي بدها تقيم توازن، بس وطرح ما بيفتتح لها مجال وبيتأخذ من عين الاعتبار عم تكون مبدعة. والقانون اللبناني مثل ما قلت أنا بنظر بنظر التفاؤل، كل مرة عم مرة عم يزيد، مثلا عندنا مثل إجازة الأمومة زادوها صارت 10 أسابيع، يعني بعد ما كانت 7 صارت 10، يعني في شيء عم يشجع المرأة المشترع اللبناني من محل عم يشجع، ومحل المجتمع عندنا ما كثير عم يقبل، يعني القانون عم يساعد والمجتمع ما بيقبل إنه هي المرأة خليها تشتغل ببيتها، لشو عم تشتغل مثل ما قالت الأستاذة أنه كمان يشتغل ببيتها، هذا المفهوم. بس أنا بعتقد كمان بنظرة تفاؤلية أنه في جيل طالع كشباب عنده النظر غير، لا إيدي وإيدها بنشتغل سوا ومنظبط جوا، مثل ما قالت فاليري الأوضاع الاقتصادية اليوم تلزم أنه المرأة والرجل 100% أنه المرأة ما تقعد بالبيت، لهيك في جيل عن جد في نظرة تفاؤلية، في جيله خاصة نحن ضمن كل مجتمعنا العربي كمجتمع لبناني في عنا نظرة مغايرة ونظرة بتشجع المرأة انه تشتغل، هذا الافونتاج عنا يعني. والقانون انه على طول عم يكون عامل ايجابي كمجتمعات مدني، عم تضغط 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 وعم نحصل. بس القانون مثلا اوكي القانون يمكن عم بيجرب يحد التمييز بين الرجل والمرأة، بس في اعراف اليوم بلبنان عم تتحدى القوانين، يعني في نار اذا بدك أورال خلينا نسميهم أعرف عم تتحدى القوانين اللبنانية. هل القانون اللبناني لاحظ المخالفات اللي معقولة تصير ضمن الأعراف؟ يعني مثلا إذا رب عمل خالف هيدا القانون ضمن أنه هيك معترف فيه بلبنان، يعني كأيام ما بتكون عم بتعامل بالتساوي المرأة والرجل، القانون اللبناني شو موقفه من هالمخالفات اللي عم تتحدى القوانين؟ هلا بالمبدا انه اكيد القانون قانون ثابت، وقت نقول قانون بدنا نحط كل شيء اعراف وتقاليد واجتهادات على جنب، وقت نصير انه صار في شيء ثابت. الاعراف هي صارت مثل ما قلتي حضرتك بمعتقداتنا ضمنيا، انه خلص تعودنا اياه، ما نحن تعودنا هيك، لا في قانون. انا بتذكر شارت شغله بخصوص القانون، مثلا توفت سته اجوا قالوا العرف انه نحن تعودنا بالضيعه البنات ما بياخذوا شيء. انا طلعت امي قلت لها ليه من قال لك البنات؟ قال لا نحن عنا بالضيعه. قلت لها لا ما القانون اللبناني بيقول، قال لا نحن عنا بالضيعه. قلت لها لا القانون اللبناني انت بيقول لك بتاخدي مثلك خي. ايه في اعراف صارت سائده بالنسبه للعالم كانها هي ثابته، لا عنا هيك، لا القانون بيقول هيك، والقانون بيحمي، القانون ما بيميز بهالنقطه بين الرجل والمراه ولكن بيحميهم، بيقول المراه اذا تعرضت او حدا رجل او المراه ما بيحدد تعرض لتحرش تعرض لشيء، بيحمي القانون. لهيك عنا مجلس العمل التحكيمي اللي هو محكمه خاصه بخاصه بقانون العمل،
مجانية دون محامي ودون أي رسوم يلجأ لإلها، بنشجع الأجير أو الأجيرة ليلجأ لإلها. لإلها لو كان المقابل مصاري أو بطيئة أو شيء، في كتير عالم تقول شو بدي فيه وخلص بترك الشغل وبفل. وضعت هاي المحكمة اللي هي بتساعد كتير، بروح الأجير أو الأجيرة عليها، ما بيدفعوا شيء رسوم، ما بدهم محامي، وسريعة بتبت بشكل كتير سريع أحكامها. يعني في عقليه بعدنا، عم اقول لك انا اكزامبل، يعني ما صار لها زمان صارت معنا، انه نحن ما البنت عندنا لا، لانه الاحوال الشخصيه عند المسيحيه البنت بتورث مثل الشاب، هي زايده انه في عقليه سائده، بس في قانون كمان العالم ما عم تقبله، يمكن في تغيير بانه يمكن العالم ما بتقبله، يمكن بدها وقت. مثلا ناخذ التاكسي، مثلا بنات انه في كم صبيه عم تسوق تاكسي، انه هي بنت عم تسوق تاكسي ما بطلع معها، بالقانون ما بيمنعها تسوق، عندها حره تشتغل اللي بدها اياه، بس نحن عقليتنا ما بطلع معها. يمكن كل شيء تغيير خاصه بالمونتاليتي بياخذ وقت، بس رح يجي يوم نرجع نتقبله، يعني عادي 100% مثل غيره. إذا رب العمل صار في مخالفة للقانون من قبل رب العمل، ميز بين الرجل والمرأة بالشغل، شو هي أبرز العقوبات إذا بديك اللي رح يتعرض؟ هلا القانون اللبناني يمنع، يعني لغى كل المواد المتعلقة أنه المرأة لازم تاخذ إذن المرأة والمرأة، لغيهم وقال ممنوع التمييز بين الرجل والمرأة. أكيد في عنده غرامات بده يدفعها، في عنده بده يرجع الحق لأصحابه، يعني إذا عندي مرأة عم تقدم نفس الكفاءة عند الرجل مجبور ناخذ نفس الأجر ونفس الدوام ونفس الأشياء. هلا القانون اللبناني في حاطط شغلة، في بعض الأعمال معددة بجداول بقانون العمل، هي ممنوع المرأة تعملها، هي بطبعها لأنه بطبعها الجسدي ما فيها تعملها المرأة، بس الباقي كلها متساوي مع الرجل. وعنده إنه مثل ما قلنا عنده المشكله الوحيده انه حطها مع الاحداث، هيدي المشكله، هي نوع من الاهانه للمراه. اكيد اكيد. فاليري، الرجل مين بفضل اكثر، المراه العامله او المراه الغير عامله؟ بالنسبه له مين بتكون بتصلح انه تكون زوجه صالحه اكثر، اللي بتشتغل او اللي بتكون بس عم تهتم ببيتها؟ بحكم شغلي ولقاءاتي مع العائلات، اغلبيه الرجال حاليا بتفضل الامرأة العاملة، إلا أكيد بعض الرجال يلي هن جايين من بيئة شوي محافظة، أو هن ببيوتهم ما عندهم إياها أنه النساء تظهر برات البيت لتشتغل، إنما الرجال بتفضل الامرأة العاملة، مش بس كرمال السبب المادي، كمان كرمال تكون هي عم تحقق ذاتها وعم تحقق طموحاتها، وكرمال كمان تغيير الروتين يلي اليومي يلي بتعيش فيه الزوجة. هل عمل المرأة له أثار إيجابية أو سلبية على الأولاد؟ أنا عطول شخص إيجابي، أنا ما بشوف الأشياء سلبية بحد ذاتها. الإيجابي كتير كبير، بغض النظر عن إذا في بعض الأمور يلي هي منها كتير ضابطة لما بتظهر الأم، الإيجابي هي الأمور الإيجابية هي مجرد أنه تكون امرأة عاملة، إما امرأة عم تظهر برات بيتها وعم تشتغل، لما نكون عم نستعمل كرمال الأستاذة عبارة عاملة، عم تظهر برات البيت وعم عم عم تشتغل، يعني هي عم تظهر برات هيدا الكادر يعني هو جدا ضيق، الزوج والولاد وحتى الأهل والقرايب، عم تتلاقى بأشخاص غرباء، عم تتعلم أشياء جديدة، عم تكتسب مهارات وكفاءات جديدة، بترجع بيتها هي رديانة عن نفسها ورديانة عن أدائها وحاسة حالها أنه هي شخص منتج، هذا الشيء بيعكس إيجابا على الأولاد، إلا بالأمور يلي إذا رجعت على بيتها هالقد تعبانة وما قدرت توفق بين أنه أنا ظهرت من شغلي خلص بسكر بيبي، بيبقى تعبي ومشاكل الشغل بالشغل، وبرجع على البيت بدي أرجع لعائلتي بحل جديدة وبروح جديدة، هون إذا ما قدرت توفق أكيد رح يكون بعض الأمور اللي منا كتير ظابطة، رح يكون في جو تعصيب وجو بعد عن المنزل وإلى ما هنالك. أعزائي المشاهدين، رح نتوقف مع لحظات صغيرة وبنرجع منتابع سوا والباقي عليك. أعزائي المشاهدين، بنرجع منعاود والباقي عليك، وأكيد مثل ما صرتوا تعرفوا الحلقة اليوم هي عن المرأة العاملة ومرأة الغير عاملة، وأكيد نحن منا بصدد أنه نعمل مقارنة بيناتهم، لأنه بالنهاية هيدا حرية شخصية وبنحترم الفئتين، بس أكتر أنه نحن عم نتعرف عليهم اثنيناتهم. دعد، رح أبلش معك الفقرة الثانية وأسألك، إجازة الأمومة هي حق من حقوق المرأة الأجيرة، بس في ناس اليوم بيعتبروا أنه هيدا تمييز بين الرجل والمرأة، أنه هيدا تمييز أكيد لصالح المرأة، وهيدا إذا بدك نقد لمبدأ المساواة،
شو فيك تخبرينا عن هذا الموضوع؟ هلا انا بعتقد في كثير نساء ما عندهم مشكله ما ياخذوا هالفرصه ويحبل الرجل عنهم، ما في مشكله. في كثير نساء بيوفروا الم الولاده وكذا. هيدي ميزه مش ميزه، هيدي مثل مكافاه لالم الولاده. انا بقول اقل شيء يعني المراه التعب اللي بتتعبه بتسعة اشهر والالم الولاده وكلها، اقل شيء تاخذ الراحه. والجنين اصلا الولد وقت يولد بحاجه يكون امه معه، يعني اكثر من لإله للطفل، يعني للطفل. فهي اقل شيء. ونحن بنشوف انه بدول العالم انه بيعطوا 6 اشهر، نحن صرنا هلا 10 اسابيع، بعد ما كنا 7 صرنا هلا 10. في دول العالم بتعطي 6 اشهر، منه بتشجع على الانجاب ومنه كرمال الولد، لانه نحن بنعرف باول كم سنه من عمره. نعم صح؟ صحيح. هي بتكون شخصيته. صحيح. يعني اقل شيء الام تكون موجوده. يعني هيدا منا مميزه، هيدي من الحقوق المكتسبه، حق طبيعي لها. كيف فينا نعزز المساواه بين الرجل والمراه بقانون الضمان الاجتماعي؟ قانون الضمان الاجتماعي هيدا المشكله، مش قانون العمل. قانون الضمان الاجتماعي في كتير تمييز، في كتير عاطي للرجل بعد ما انه الرجل هو السيد والمراه هي التابع. مثلا اذا اخذنا بقانون التقديمات العائليه، نعم، نحن عندنا مشكله، مش مشكله يمكن ميزه بلبنان، انه عندنا عده طوائف وعده اديان. مثلا المسلم بحق له يتجوز 4 والمسيحي 1. مثلا بالتقديمات العائليه الرجل بيقبض عن المراه 1، المراه الشرعيه الاولى بنقول. اوكي، مثلا النساء البقوه ما بيطلع لهم شيء، مع انه نحن القانون اللبناني هو بيحمي، بيقول بنحترم الاديان وعاطي الحريه لكل دين. اقل شيء فالنساء الثلاثة يطلع لهم. يمكن ما بعرف اذا القانون اللبناني بيقصد انه يعمل مساواة بين المسيحية والاسلام، بما انه الرجل مسيحي 1 بس المبدا انه في النساء البقوة عم ينظلموا. اكيد اذا عم نطلع بمبدا مساواة او 6-6 مكرر، انه في 3 نساء عم ينظلموا. واكثر من هيك، مثلا المرأة ما بتقبض تعويض عائلي عن جوزها، اذا هو ما قبض هي ما بتقبض كمان. واكثر من هيك مثلا بفرع المرض والامومة، بفرع المرض نحن الرجل بيضمن اولاده وبيضمن مرته بحق لها بحاله وحده تضمنه لجوزها اذا كان فوق 60 سنة وما بيقدر يكمل شغل ومنه مضمون، يعني بده يكون في كام حدد. يعني هذا الشيء منه مبدا، الرجل بيضمن مرته بحيالله حاله الا هي بده يكون عمره فوق 60 سنة ومريض، على امل انه يصير في مساواه، لانه اللي عم تحكيه من قصص خطيره وقصص مهمه. أكيد. يعني كمان اكيد اكيد، يعني لهيك بنشوف كثير جمعيات، وهذا الشيء بناقض الاتفاقيات الدوليه الماضي عليها لبنان، يعني خرق فاضح. واكثر شيء للدستور، الماده 7 بالدستور بتقول كل اللبنانيين متساويين. نحن بنعرف انه الدستور هو الاعلى مرتبه بالقوانين، يعني فاقل شيء كل القوانين الموضوعه هي تراعي الدستور، وكل قانون بخالف للدستور بينعد باطل، وهذا قانون الضمان الاجتماعي هو مخالف للدستور. اكيد، حتى اذا بدك يعني مش بالضروره تكون متساويه، اكثر ما تكون عادله. صح. القوانين هذا منه عدل انه امراه تحصل اذا تجوز المسلم 4، اذا امراه تحصل وثلاث نساء ما تكون عم تحصل على حقوقها. صح، هيدا يعني المنطق. ما في عدل. نحن يمكن عم اقول لك عم نحافظ على 6 و6 مكرر، يعني مثل ما بيطلع للمسيحي بيطلع للمسلم. بس انه عن جد في نساء بتكون مظلومه. اكيد. وغيرها انه المراه انه ما فيها تضمن اولادها الا بحالات معينه، وما عم يحطوا نص قانوني، صار في اجتهادات. يعني عندنا مشكله، عندها قانون الضمان الاجتماعي هو المشكله. مش بقانون العمل، قانون العمل صار في تقدم كثير، يعني بعد في اشياء ملاحظات صغيره، بس قانون الضمان هو المشكله الكبيره. فاليري، بدي اسالك، اي امراه هي الاكثر راحه؟ الامراه العامله الاجيره اللي هي اذا بدك ما بيعيبها شيء، هي انسانه مستقله عايشة حياتها، أو الإنسان اللي ربة المنزل هي قريبة من أولادها، قريبة من عائلتها، ما عم بتأثر عليهم بشيء، مين برأيك هي الأكثر راحة؟ ما فينا نحدد، ما فينا نميز ونقول في حدا أكثر راحة من حدا تاني. الإمرأة إن كانت موجودة بالبيت 24/24 بجانب أولادها، إذا هي ما كانت مقتنعة وهي رضيانة وهي عم تخلق التجدد والتنوع بالعلاقات بقلب البيت، وعم تخلق محل تقدر هي تكون عم بتلاقي لنفسها لشخصها وقت، أكيد ما رح تلاقي راحة لحالها، يعني رح تلاقي حالة أنه هي مزعوجة وفي شيء ناقصها. كذلك الإمرأة اللي عندها وقت بتقضيه برات البيت بسبب عملها،
ممكن تكون عم تتعب جسديا لانه بترجع على البيت مثل ما قلنا قبل، بترجع تقوم بالمهام المنزليه خاصه اذا ما في حدا يعاونها، يعني اذا زوجها او اولادها ما بيكونوا عم بيعاونوا، او اذا ما في حدا من برات البيت بيجي بيساعدها بهودي المجالات. اذا نحن عم نحكي عن راحه جسديه، ايه رح يكون في اثنيناتهم رح يحسوا بتعب واثنيناتهم رح يحسوا براحه، لانه الشخص هو اللي بتعب حاله وهو بيريح حاله. انما اذا عم نحكي عن راحه نفسيه او عن قناعه، انا بحس وانا بآمن بشغلي انه شو ما اخذت قرار الامراه، ان كان اخذت قرار انها تكون عم تظهر برات البيت لتشتغل او اخذت قرار انه تضلها موجوده بالبيت، هي سيده الموقف، هي سيده حياتها، هي اللي بتقدر تريح حالها وتتعب حالها وتسعد حالها او تزعج حالها. خاصه اذا اخذت هذا القرار عن وعي. صحيح. يعني بدها تكون كمان عند هذا القرار. حكيت عاد عن المشاكل اللي بتتعرض لها الامراه الاجيره، شو هي ابرز المشاكل المعروفه تعرض لها ربة المنزل؟ وهل يمكن يكون سبب انه عدم عملها خارج المنزل هو سبب عم بيوصل لهيدي احدى هيدي المخاطر؟ من اكثر المشاكل يلي ممكن تكون عم تتعرض لها ربة المنزل في حال ما اخذت قرار انها تكون عم تشتغل برات البيت، هي انها توقع بفخ الروتين. وفخ الروتين إذا هي ما اشتغلت على حالها وما جددت حالها ما طورت نفسها، رح تلاقي حالها بعد سنة سنتين ثلاثة غيرها سبقها بمجالات كتير وهي بعدها محلها. فهيدا أول مشكل ممكن تكون عم توقع فيه في حال هي خلص يعني ما كانت شايفة من حياتها إلا الطبخ والتنظيف والكوي ومهام البيت وواجباتها الزوجية وواجباتها تجاه عائلتها، ما اشتغلت على نفسها إنها تكون عم تطور حالها، عم تحضر برامج تسقيفية، عم تتابع برامج تسقيفية، عم تظهر برات بيتها، تعمل زيارات لمؤسسات أو لجمعيات بشكل يمكن تكون هي متطوعة عندهم، تحس حالها عم تخدم وعم تعطي مثل ما عم تعطي بالبيت، أكيد رح تلاقي حالها هي واقعة بهذا الفخ. أكيد. إذا تعرضت أحد النساء لتمييز بعملها، أي إذا خالف رب العمل أحد القوانين، يعني كيف فيها تتقدم بشكوى؟ شو الخطوات اللي لازم تقوم فيها لا تتقدم بشكوى أكيد ضد رب العمل؟ إذا كان شغلة متعلقة بالعمل، بدنا نروح مثل ما قلنا على مجلس العمل التحكيمي اللي هو عنصر مشجع لكل الأجراء مش بس للمرأة، أنه عم نروح ما عم ندفع بطرق سريعة بدون رسوم أي رسوم ودون محامي، الواحد بده يتوكل على حد. إذا كان شيء تمييز خصه تعرض، يعني تعرض شخصي ما خصه بالشغل، بدنا أكيد بدنا نروح نيابة عامة وكذا، حسب يعني حسب نوع التمييز. يعني أنه في يجي رب العمل يقول لها مثلا للأجيرة أنا بدي إياك تلبسي قصير كل يوم، الأجيرة ما بدها، هيدا بده يطردها أو شيء، ساعتها مجلس عمل تحكيمي. إذا تحرش فيها جسديا بصير بدنا نروح محاكم عادية، المحاكم عن النيابة العامة. طب في حال رفعت شكوى، هل القانون بيساعدها لتاخذ حقوقها؟ أكيد القانون بيساعدها، على الميلتين بيساعدها، بس بده يكون عندها نوع من الإثبات، حتى لو إثبات طفيف يعني، خاصة بمجلس العمل التحكيمي بينصفها، بس مهم الواحد هو يطالب بحقوقه، مش أنه خلص شو بدي فيه. انه لا عندك حقوق، يعني مثل ما تطول عليك بتطول على حدا غيرك، يعني الواحد لازم يقول انا خلص صار لي شهر عنده خلص شو بدي فيه بترك الشغل، لا ما انت رح يجي حدا محلك ولا يجي حدا، يعني هاي كلمه انا ما خصني، هاي اللي كلمه ما خصني هي بتدمر مجتمعات وبتدمر هذا. انا لا على طول كل شخص منا هو معنا، يعني انا لما اخذ المبادره ولاحق شكوتي. طب اذا تشكت هل القانون قادر يحميها انه يخليها مثلا اذا هي قضيتها محقه ترجع على عملها؟ اكيد بيلزم صاحب العمل، اذا صاحب العمل ما بده اياها بده يعطيها كانه تعويض تعسف، يعني بيطلع لها بيطلع لها تعويض كمان من هذه الناحيه. يعني كثير مهم، كثير مهم، يعني كثير مهم كمان هذا الموضوع، يمكن بيوعي عدد كبير من النساء العاملات عليه شو ابرز حقوقهم. يعني نحن كثير بنعرف شو هي واجباتنا، بس حقوقنا كثير مرات كثير ما بنعرفها. صحيح. فاليري بدي اسالك، هل القوانين والنظرة الظالمة المرات عم بتعاني منها الامرأة الأجيرة، هل هي عم بتساعدها انه تترك شغلها تقعد بالبيت، تفضل انه تبعد؟ لانه بعدنا نحن موجودين اليوم بمجتمع بينظر احيانا للمرأة العاملة نظرة سلبية، عم نحكي بمجتمعات بلبنان للأسف هي موجودة، هل هي عم تجبرها هيدي النظرة الظالمة انها تقعد ببيتها وتكون بهيدي الطريقة عم بتحدلها
من طموحاتها بالمجتمع؟ صحيح 100%، لأنه للأسف لما بتكون عم تواجه هالامرأة، عم تواجه مجتمع العمل يلي هو ما عم بينظر لها نظرة الشخص اللي له حق يكون عم بيمارس هالمهنة أو عم يقوم بهذا الأجر هالعمل واخد كل حقوقه. إذا كان هالامرأة حست حالها بلحظة من اللحظات إنه هي مظلومة مثل ما قالت الأستاذة، وهي منا قادرة بقى تعمل شيء لأنه يمكن رب العمل ما بعرف عنده نفوذ، قادر يكون عم بيسيطر عليه، عم بيسيطر على الجو العام بالعمل، في تهديد بانها تخسر عملها، في تهديد يمكن بالسمعه او بالمكان اللي هي موجوده فيها. نعم للاسف يعني بتختار اغلب الاحيان عم تختار انها تقعد بالبيت او انه تغير عملها، وما عم تروح على القضاء لحتى تقدر تاخذ حقها، وهذا الشيء عم بياثر عليها لإلها، عم بياثر على عائلتها، ونفس الوقت عم بيأثر على ثقتها بنفسها انه انا ما مش الحال بهذا الشغل او ما مش الحال مع هيدي المهنه المعينه اللي عم قوم فيها، فاذا انا رح تتخيل حالها كانه هي شخص فشل، انما هي بالواقع هي مش السبب، هي الحق عليها، هي صح ظروف يمكن اللي هي جبرت انها تكون عم تاخذ هذا القرار. كمان ما بدنا ننسى انه الامراه عم تشتغل بمجتمع ذكوري، يعني هيدا كمان زياده ضغط عليها. نعم، لانه هي بعدنا لحد هلا ما كثير بننصفها، يعني عطت الاستاذه مثل انه نحن بعد ما بنوثق انه نطلع بسياره تاكسي مثلا امراه عم تسوقها، انما لما بنكون عم نسافر وبنعرف بعدين انه امراه هي اللي عم تقود الطياره كمان. شو بده يكون موقفها؟ كمان بعد شوي ابرز المعاهدات اللي مضى عليها لبنان، واكيد بتتعلق بالمساواه بحقوق المراه، بين حقوق المراه والرجل بالعمل. هي معاهده سيداو وهي اللي بتلغى ضد كل الغاء كل اشكال التمييز بين الرجل والمراه، ونحن نعرف وقتها ناخذ المعاهده القانون اللبناني، يعني هي بتجي بعد الدستور بالنسبه لنا، هي اقوى من القانون. لبنان ماضي عليها من وقتها ما ماضي عليها لبنان، نحن بنعرف كمان اكثر انه لبنان هو من اول الدول العربيه بل من اول دول العالم اللي عطوا المراه حق الترشيح والانتخاب. عرفوا بال 56 اذا مش غلطانه بعهد الرئيس كاميشامون كان اول مره، وعلى اثرها نحن مضينا المعاهدات وكذا، كان هيدي النقليه النوعيه. يعني المراه اللبنانيه مش حديثا انه مراه عندها حقوق، مراه من الخمسينات وقبل المراه اللبنانيه هي عندها اداره وحقوق، يعني منا جديده. يعني عن جد بتيجي اوقات موجات بترجع المراه لورا، بس نحن المراه اللبنانيه من زمان هي مراه متقدمه بعالمنا العربي، حتى بالشرق الاوسط هي مراه متقدمه على الكل. طول عمرها المراه اللبنانيه هي مراه عامله ومرأة مديرة ومرأة واصلة. يعني نحن وقتها كان عندنا مدراء بالجامعات نساء، كان بأمريكا ما في وقتها عن جد. يعني إذا بنقرأ الاستطلاعات الرأي والإحصاءات المرأة اللبنانية واصلة قبل، بس نحن مع الأسف يعني بنوصل مرحلة بنرجع لورا، ما بعرف شو بيصير. يعني نحن بنتأثر باللي حوالينا مع الأسف، فلما نأثر عم نتأثر. صح، مع الأسف عم قول يعني من 56 ما في بلا دولة عربية، دول عربية منهم لهلا بعد المرأة أو أشخاص معينة ما بحق لهم ينتخبوا أو يترشحوا، نحن مفتوحة لهم من الخمسين، يعني تصوروا من أمتين. بس لنوضح، المعاهدات الدولية هي أهم من القوانين، صح. يعني تصبح جزء لا يتجزأ من القانون اللبناني إذا بدنا كتطبيق أعلى من القانون، لأنه مثلا إذا أخذنا مثلا قانون العمل وقتها كان في تمييز، وقتها عمدينا هاي المعاهدة حتى لو ما لغوا هالتمييز هن لغوا تلقائيا، لأنه على طول المعاهدة عم تكون أجد من القانون بالمبدأ. وقتها بنقول دستور، نعم. معاهدة، القوانين، وبيجي الأشياء البقوة، نعم. بعكس أوروبا، إذا حكينا أوروبا المعاهدات هي أعلى من الدستور عندهم، لأنه عندهم الاتحاد الأوروبي المعاهدة تعبرتنا هي أعلى من الدستور عندهم. بس نحن دغري ديراكت تحت الدستور، وهي جزء لا يتجزأ، يعني قريبة على الدستور كتير كتير مهم. فاليريا، الامرأة ربة المنزل أكيد هي عم بتساعد بتقدم المجتمع مثل ما قلنا بمقدمة الحلقة، من خلال تربيتها لأجيال صالحة، وهي عايشة بمملكتها الخاصة ببيتها، بس هذا الشيء ما بيعني أنه لازم تحبس طموحاتها وقدراتها داخل المنزل. شو بتنصحيها لتكون أكثر فعالة بالمجتمع؟ في كتير نصايح بحب اني يكون عم اقولها للنساء يلي بتختار هيدا المجال انها تكون، نعم. موجودة بالبيت. اول شيء بقلها انه ما تنحدي داخل حيطان البيت، نعم. شغلي المخيلة عندك، نحن عنا ربنا عطانا مخيلة واسعة، قادرين نوصل لأبعد الحدود، وقادرين بطموحاتنا وبطاقاتنا نوصل لأبعد الحدود يلي ممكن نوصل لها.
حتى لو كنت اخترتي كامرأة تكوني موجودة بالبيت وعندك رغبة انك تكوني عم تنتجي، بتقدر تكوني عم تنتجي انت وبداخل بيتك. يعني نحن هلا تطور عالم الاقتصاد وتطورت عالم الانترنت، وصار في كثير اشخاص عندهم شركات عم تنضار من قلب البيوت بواسطه الانترنت. يعني مش انه انا ماني قادره اظهر برات البيت وانا عبالي اشتغل، انا فيني اشتغل انا بقلب بيتي. حتى في كثير نساء قادرين يكونوا عم يشتغلوا وينتجوا، اذا بدنا نحكي من الناحيه الماديه، من خلال انه يفتحوا صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى الصفحات يكونوا عم يعرضوا بعض المنتوجات اللي هن بيقدروا يعملوها هن وبقلب بيتهم، بيقدروا يكونوا عم بيسوقوها بهيدا المجال بهيدا على الانترنت. زياده عن هيك بدي اقول كمان، عم اقول شغله انه حتى لو هي ما أخذت قرار أنها تكون عم تنتج مادياً، أنا بنصحها أنه تظهر برات البيت وتكون عم تقوم بعمل، بس ما يكون عنده مدخول. يعني فيها تكون عم تختار عمل ما يكون عنده مدخول مادي، فيها تكون متطوعة عم تعطي من وقتها ومن طاقاتها ومن قدراتها ومن مهاراتها، بوقت نحن جمعياتنا ومؤسساتنا الاجتماعية حالياً كتير بحاجة لأشخاص متطوعين يكونوا فعالين كمان بقلب المجتمع. فهيدا الشيء يعني اذا ظهرت ساعه بالاسبوع او ساعتين بالاسبوع ما رح ياثر على بيتها، انما كمان لها بكون عم بخليها تظهر من الروتين اليومي اللي هي ممكن توقع فيه. حتى هون انا بدي استغل هالحلقه لوجه تحيه لطلابي بالجامعه، لهن في عندي كثير من النساء المتزوجات وربات المنازل يمكن ما عم يقدروا يلاقوا شغل، عم بي يعني عم يستثمروا اذا بدنا نقول وقتهم بتعليمهم بالجامعه، فكمان انا تحيه كثير كبيره لهم ولا هالجهود اللي عم بيقوموا فيها كرمال حتى يضلوا الناس فاعلين بقلب المجتمع. اكيد. دعت بدي اسالك، شو دور المنظمات اللبنانيه الاو ان جي بالضغط على الدوله اللبنانيه ليصير في عنا قانون اكثر عداله؟ وانا برجع بشدد انه نحن ما عم نطالب بقانون متساوي بين الرجل والامراه، بس قانون يكون فيه عداله للمراه وفي عداله للرجل، وهون بشق المراه. شو فينا نحكي عن دور الاو ان جي؟ انا اذا بنحكي تعديل قوانين وكذا من الناحيه القانونيه والمنطقيه، لازم مش منظمات، لازم نحكي احزاب. نحن بنعرف ان النواب حسب التشريع اللبناني هن اللي بغيروا، بس هلا نحن عندنا بلبنان شغله فريده من نوعها، انه المنظمات عم يتواصلوا مع الاحزاب، عم يسعوا ورا النواب، عم يعني اوقات عم يحرجوهم بطريقه كثير ذكيه، يجبرون يمضوا على اشياء، يعني يمضوا على مشاريع قوانين ويقدموها. ويعني في كثير قوانين مثل جرائم الشرف، انه هيدي بعتقد القوه الكبيره كانت للمجتمع المدني، يعني ضغطوا على الاحزاب ومن الاحزاب قدروا غيروا عنا. بس انا كنت بدي اعلق على شيء بخصوص المراه اللي عن جد اللي بتشتغل بمبادره بسيطه وهيك. نحن من فتره عملنا معرض للنساء العاملات، هلا كان معرض صغير، كان لشي 12 مرأة عاملة وكذا وهيك. بتحس المرأة كمان، المرأة عليها تساعد المرأة. أكيد. أن احنا أوقات عن جد بتكون المرأة هي عامل عائق أمام المرأة الثانية. بتشوفي عن جد في أشياء بسيطة بتقدر تفتحها المرأة للمرأة بتقدر تعمل. ومثل ما قلتي حضرتك أنه كتير مهم، مثلا النساء ما عم يكملوا جامعات، أنه صوروا عنده عائلة وأولاد بتقعد بتدرس، ده بتكون مثل حلو قدام أولادها، أنه الماما عم تدرس مثلي بالجامعة. أنا بيرسونال ما يعني مثل بعطيهم نظرة غير الباقيين، لأنه هن عم يعملوا إفار أكثر من غيرهم. كتير حلو أنه التلميذ بقى، أنا يعني تلاميذ كبار مثلا بيقول لي مثلا أمي كانت عم تفكر بدها تفوت تعمل حقوق، طلع فيها امك، قال لي ما امي خلص صارت كبيره. قلت له وينك وين المشكله؟ كثير حلو انه المراه يعني هيدي قد ايه بتكون عندها شجاعه، او تقعد تحدد تلاميذ من عمر ولادها، او تكون الدكتوره تبع ولادها من عمر ولادها، هيدا عن جد هيدي شجاعه كبيره منا هينه يعني. مزبوط اكيد، وتضحيه كمان كبيره. اكيد اكيد. فاليري بدي اسالك، شو بتنصحي المراه العامله المراه الاجيره انه كيف تنصحيها توفق بين شغلها وبين بيتها لما تخسر الطرفين؟ أكيد مش مطلوب إنه نحن نخسر، بالعكس نحن لازم نكون على طول ربحانين. أكيد. ربحانين بيتنا، وربحانين كمان عملنا، وربحانين طموحاتنا، ربحانين نفسنا بنفس الوقت. أول نصيحة بحب إلا إياها، لازم نتعود نتعلم نفصل بين العمل وبين المنزل. يعني أنا لمن بروح على شغلي مشاكل بيتي وهموم بيتي بتضل بقلب البيت، ما بخدها معي على العمل، ونفس الوقت انا بالعمل ما لازم اكون عم برجع على البيت وجايبه معي مشاكل بيتي، مشاكل عملي عفوا وهموم عملي، لانه هذا الشيء رح يكون عم بياثر على ان كان على ادائي بالمطرحين او رح يكون عم بياثر على الجو العام يلي انا موجوده فيه. فاول شغله بقول للستات
بدنا نكون عم نعرف نفصل بين شغلنا وبيتنا، ونعرف نحط حدود أكيدة للصعوبات يلي بتكون عم بتواجهنا بهالمطارح، ما نكون عم نحملها معنا على بيوتنا. كمان في اشياء تانية ممكن نحن نكون عم نقولها، عم ننصح فيها الستات يلي بياخذوا قرار انه يكونوا عم يشتغلوا برات البيت، هي انه ما يوقفوا بس عند العمل اللي هن فيه وخلص يفنوا حالهم فيه وخلصنا وانتهى الموضوع هون، كمان يكونوا عم بيكبروا طموحهم، يقدروا يتطوروا بشغلهم، يتقدموا بعملهم لحتى يقدروا يوصلوا لأبعد مطرح ممكن يوصلوا له. أكيد، وإن شاء الله أكيد بدوام الاستمرار والنجاح للنساء إن كانوا أجيرات أو إن كانوا نعم. ربات منازل. نعم. أنا بدي أتشكركم كتير على المعلومات القيمة اللي أعطيتونا إياها، وبدي أتشكر مشاهدينا على متابعتهم للحلقة. بالنهاية بدنا نختم بالقول إن كانت ربة منزل أو إن كانت أجيرة، المرأة هي عنصر صالح، عنصر فعال بالمجتمع، وين ما كانت هي عم بتساعده بالتقدم وبالازدهار. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء بحلقة جديدة من والباقي عليكم.